اول باب افتتاح ديال الدوره التشريعيه قال الاسر المنبوبه هذه المنطقه ديال دائره بن زويس خصها تعتبر منبوبه وهذا هو اللي كنا شرنا ليه في البيان رقم واحد اللي تصدر نهار 7 اكتوبر وجلسنا خلالها مع السيد الباشا وقلنا ليه بان هذه المنطقه خصها تعتبر منبوبه ولكن ما كانش تجاوب من عنده لانه اذا كانت منطقه منبوبه فاننا غنستافدوا واحد الاستفاده اللي غادي تكون اكثر بكثير من هذا الشيء اللي كنشوفوا فالناس هاد الاخوان الشباب تجمعوا كتنسيقيه لان اليد الواحده لا تصفق فإلا تجمعنا وهضرنا على حنا بطريقه قانونيه وصلنا للكلام العامل ديال الاقليم الحوزي اللي كنصدروا له خصو يحضر لانه ما عمرنا شفنا خا خمس ما عمرنا هاد الجمله وهذا حتى تعازي الاسر دستوري وحقا لي عطاه جلالة الملك ما شاء الله فنحن أبا العنجد وطنيون ملكيون حتى نوافذ بلد ما يجيش واحد غريب سيد علينا فأم زويس راه فيها حركة وطنية وانتجاب أطر وانتجاب سياسيين وانتجاب لقادة وحقيقيين فما يجيش واحد يجي ويتزايد علينا فأم زويس لها تاريخ والتاريخ يسجل ولا يرحم لأنه فينا هما الناس اللي كنا تنقبناهم باش يكونوا في هذا الدور وهما اللي خصهم يدافعوا على حق هاد الناس أين هم اليوم؟ أين هم أولئك الحقوقيون؟ أين هم المنتخبون؟ أين هم الأطر السياسيون؟ أين هم طلبة الجميع اليوم؟ فاليوم خص كلشي يوقف وقفة واحدة وندافعوا على الحقوق ديالنا والسلام عليكم. تعليمات إلى هما التنزيلات الملك قطع 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 تعليمات إلى هما التنزيلات والملك قطع تعليمات إلى هما التنزيلات والملك قطع تعليمات شحال تهون العيشات تحت القطار ويا مسؤول
علينا وعلى جينا 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 علينا وعلى جينا
إذن دائما متتبعي جريدة بالبريس نحن ننقل لكم هذه الأجواء من أمام بشوية أمزماز. عدد كبير من المركوبين الإخوان ناجين من الموت يقومون الآن بوقفة احتجاجية من أجل تطبيق الخطابات الملكية على أرض الواقع. يطالبون بتنزيل الخطابات الملكية على أرض الواقع لأن ربما كيشاهدوا أن الخطابات الملكية لا تطبق على أرض الواقع. وتحية لإيطاليا كذلك للمرأة المزمزية. تحية لإيطاليا لجميع من تحمل عناء المجيء قصد حضور في هذه الوقفة التنديدية والاستذكارية ومجموعة من المشاكل التي قد خطفتها كما كتعرفوا بالتنسيقية درناها احنا كفاعلين محليين وجينا وطلبنا في المشاكل والمطالب ديال الساكنة وكما كتعرفوا بلي راه خرجنا كما شاء الله اخواتي خرجنا بواحد البيان اولي ومشينا فتحنا واحد اللقاء تواصلي مع السيد الباشا طرحنا عليه مجموعة ديال المطالب ديالنا ولكن بدون اجابة ما جاوبنا ما عطاناش استفسار داكشي علاش ضرينا باش اننا وعايشين في الخيام وكاينين واحد المجموعة ديال الخيام بما فيهم درب الدريس وشدي الى اخره راه الناس عيب الله راه مازال ما عندهمش الدور راه ما عندهمش ابسط شروط العيش الكريم راه هذا الشيء راه يتنافى مع داكشي اللي قال لنا صاحب الجمال اللي هو سيدنا قال لي الساكنه كلها اللي متضرها اخواتي خصها تستافد علاش هاد المسؤولين ديالنا كيعزلوا هذا يصلح وهذا ما يصلح لا بالعكس حنا اليوم هادشي علاش جينا وطلبنا هاد الوقفه الاحتجاجيه ان شاء الله ان شاء الله كنوعدكم راه لا ياتي بالنقاب لا ياتي بمزيد من النظر ان شاء الله حنا كنا خطوه اوليه هاد الوقفه هادي وإذا ما استجبوش المطالب ديالنا حنا ان شاء الله غادي نقوموا بمسيره مسيره اللي غتخرج فيها كل ساكنه ساكنه كلها معنيه بالامن يا مزميزي جا وقتك نطوي على حقك 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 لا تحالك عليه وعاش الشعب وعاش زنزا ماشي او باش وعاش الشعب وعاش زنزا ماشي او باش الشعب وعاش وعاش 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 Thank you.
إذا دائما متتبعي جريدة بيل بريس كانوا تقول لكم هذا البث المباشر من أمام بشوية أم زميز. أخوات الحاضرين هنا في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية ضحايا الزلزال بأم زميز باش نفتحوا النقاش مزيان، إذا كان النقاش غادي يكون أحسن من ربح الشعب مرات باش يكون توضيح ديال شي أمور. فخلال الحوار ديالنا اللي جرينا مع السيد الباشا كنا ناقشنا المسألة ديال الإحصاء والإحصاء لمجموعة من الأسر اللي من بينهم واحد الشريحة كبيرة في المجتمع ديالنا كيهز حوايجهم من بلاصة وكيتحول لواحد البلاصة أخرى، هذه هي اللي باش جاوبت السلطة المحلية وحنا ضد هذا الجواب لأنه المكتاري اللي كان كلافة مخميس نقولوا به ما ضاعوش لي حوايج دار بقات وتعرضت للشقة ولكن باش غادي يخرجوا حوايجه فين هو البديل؟ أين هو البديل؟ فين غادي يكون هذا السيد؟ يلا نزلوا إلا كان كاع كلافة أمزميز أمزميز السومة ديالها الأحياء الشعبية لأنه الأكثرية تيكري الأحياء الشعبية ما كتجاوز 900 درهم 800 درهم فما بالك إلا مشى تيزدين أو خارج أمزميز إلا مشى تكركوس شحال غادي كريم؟ على الاقل 1500 درهم هي اللي كاينه. الا نزل مراكش وتضطر بانه يدير الانتقال لوليدات ديالو باش يقراو راه غادي يوصل حتى 2500 درهم ولا 2000 درهم بلا ما يرى. يعني هذا حل غير ايجابي، يعني هذا كتصوروا الدراري الاحصاء خصوش من جميع الاسر بما فيهم واحد الشريحه اخرى اللي هي اكبر شريحه اللي كتطور العجله ديال الاقتصاد اللي هي التجار والمهنيين واصحاب المحلات التجاريه اللي مشاو لهم دورهم مشاو لهم المحلات ديالهم باش يرزقوا. ما مصير هذه الشريحه؟ هذه الشريحه الدوله بعبينا سدها كامله فين غادي تلقى باقي في تشري اتاي ولا سميت لانه الناس مشات شويه بعيد اكثر ما كانش خرج الاحتجاج اليوم راه باقي راه الاسبوع الماشي غادي يكون اكثر من هذا الشيء. علاش؟ علاش شكون اللي خرج هاد الناس الاكثريه؟ لانه فاش ولينا تنشوفوا بان ديك المؤونه ولات نقصات لانه الناس كانوا مشغولين مع ديك المؤونه مشغولين مع المنظر اللي الزيت راه الفرماج راه الحليب داك الشيء راه ما تيدومش. الحل اللي كيدوم وهو السكن اللي هو الضرورة ديال الانسان اللي هو الصحه والتعليم لانه كاع المنازل ديال الناس كانت ان كندخلوا كتسد وتدير باقي السكرون تقول لا سد سدلق في الاول والثاني فما بالك الان اللي جات من عند الله عز وجل وفضحات على ما كانت تحويل البيوت من بؤس ومن جشع لبعض ديال الشيء اخوان ديالنا اللي حشومه يخرجوا عينيهم ويخليوا الناس البسطاء وتاخذوا لهم ديالهم. فاحنا اليوم خصنا نتحدوا نكونوا لحمه وحده ماشي قويه بالضعيف. والمسألة الأخرى اللي كنا نقصدها اللي هي المستشفى لأنه أنت في منطقة من كوبا يعني غادي يكون عندك غادي يكون عندك مرضى غادي يكون عندك الناس اللي مجروحين فما بالك فاش تدخل المستشفى ما تلقاش طاقة على الأكسجين. واحد النهار مشينا لقينا ثلاثة عيالات ما لقاوش قرعة ديال الأكسجين فسولنا المسؤول قال لك راه نزلوا مراكش يعني مراكش هو اللي تضرب في الزلزال ما جا مزويز راه الناس خصها تكون على عرفت كيفاش كيف على راسها. رجال الإحصاء تقوم بالإقصاء 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 كيف كان ولينا والمسؤول سهلنا كيف كان ولينا والمسؤول سهلنا
صامدون 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 ضد النظام الإسرائيلي بالنسبه لك يسول اخويا هذا اللي كتب لي فين هذا الشيء هذا الشيء في امزميز اخويا في امزميز امام باشاويه امزميز رسالة للرباط والعمل في سبات رسالة للرباط
هاكش هاكش عطينا الاسم والصفه ديالك وسبب هذه الوقفه هذه، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. بالاسم محمد، منسق ديال التنسيقيه ديال ضحايا الزلزال بأم زميز. اليوم خرجنا واحتجينا على عده نقاط اللي كنا نشرناها في البيان الاول، من بينها اعلان منطقه أم زميز كمنطقه منكوبه، لان هذا الحل الوحيد لهاد الناس باش يتعوضوا كما يجب. ثاني حاجه الحاله ديال المخيمات اللي ولات الاصالات لا ترقى العيش ديال الساكنه ديال أم زميز، فيها غياب ديال الكهرباء، غياب ديال الماء الصالح للشرب، المرافق الصحيه غير كافيه، يعني عدد قليل جدا، غياب الاروض الاطفال، لان كاين دابا كانوا الناس في الاحياء، دابا الناس ولاو في المخيمات بعيده على السكنه، على المدارس وعلى المرافق ديال المدرسه، يعني ولا الروض بعيد عليهم. طالبنا انه يكونوا روض في المخيمات، والمسؤولين لحد الان ما استجابوش لينا. الحاله المزريه ديال المدارس، لانه كما كيعرف الجميع انه المدارس رجعت خيام، ودوك الخيام السخونيه ديالهم وليداتنا كيعانيو، واللي عانوا من عده اللي جاوا شحال من تلميذ جاء نزيف، وهذه الحاله خلات شحال من الاباء اللي خرجوا من أم زميز، يعني كاين واحد الهدر مدرسي. كاين المشكل ديال التلاميذ ديال المناطق، يعني الروافد ديال أم زميز اللي كيجيو للثانويه واللي كانوا كيسكنوا في دور الطالب وفي الداخليات، دابا الداخليه مسدوده، روض الطالب ديور الطالب مسدودين، التلاميذ ديال المناطق حاليا الاغلبيه ديالهم ما التحقتش بالتعليم بالاقسام ديالها. عندنا المستشفى ديال أم زميز اللي لا يرقى الى مستشفى ديال المنطقه اللي ضربها الزلزال. واخا نقطه هنا غادي نتكلموا عليها، سمعت بعض النساء هنايا الفوق، جيت للبلاصه اللي كتسمى بالسويقه ودار السوق الى اخره والسور جديد، بعض الناس قالوا لنا بان الادويه ما كيتواصلوش بها، مع العلم ان بعض الناس من المندوبيه قال لك بان الادويه راه متوفره. بغيناك تصحح لنا، واش الناس كيتواصلوا بالادويه مثلا اللي عندهم الاوردونونس، ولا ما كيتواصلوش بالادويه؟ هنا بالنسبه لأم زميز كاين غياب ديال الادويه، وخير مثال غير ثلاث ايام هذه السيده عندها ثلاثه العيالات عندهم خطينا، ما لقاوش قرعه ديال الاكسجين باش يعتقوهم، والجواب ديال المسؤولين ان القرعه ديال الاكسجين هبطوا لمراكش، على اساس انه مراكش اللي فيها مستشفى جامعي ومستشفى عسكري وعده كلينيكات هما اللي ضربهم الزلزال، ماشي أم زميز والمناطق الجبليه. ربما أم زميز هي المنطقه المتضرره اللي بشكل كبير، من بين المناطق المتضرره بشكل كبير. أم زميز ثلاثي يعقوب ويجوكوا كيهضروا هما المناطق، لان ملي كيهضروا على أم زميز كيهضروا على دائره أم زميز ب 10 جماعات، تعداد الساكنه تتعدى 60000 نسمه، واخا دابا غياب ديال اي شيء سميتو الصحه. هنا بغينا رساله لوزير الصحه، كرأي قلتي منسق، اعطينا شي رساله اللي تكون قويه وجهها باب مفتوح، ربما من القلب توصل للجهات المعنيه. تفضل. رساله لوزير الصحه ورساله لجلاله الملك، الناس ديال أم زميز كيحتاجوا حاليا لمستشفى ميداني متكامل، عندنا الناس مصابين كيعانيو الويلات دابا باش غير يديروا البليسوان ديالهم من مورا العمليات اللي تداروا لهم فاسميتو والرعايه ديالهم، وعندنا ناس اللي هما داو احتياجات خاصهم رعايه خاصه، الناس كانوا في ديورهم دابا راه في الخيمه، اللي عنده الاحتياجات الخاصه راه يعاني الامرين اكثر من الناس اللي باقي واقفه ومصحيحه. اذا شي رساله ربما اخرى، فالباب مفتوحه في وجهك، تفضل. الرساله ديال أم زميز او اقليم الحسن اجمالا كمنطقه منكوبه، لانه الحل الوحيد والاوحد، هذا ضروري، منطقه منكوبه. ثاني حاجه، جلاله الملك في البلاغ ديالو كيقول ان جميع الاسر خصها تستافد من واحد الدعم مالي، حاليا هناك اقصاء للاغلبيه ديال الاسر نقصيه نهائيا من حقها انها تستافد. وربما هذا هو دقيقه، هذا ربما هذا هو موضوع الساعه اللي على لسان اي شخص اللي عاش هذا الزلزال هنا بمنطقه أم زميز، واش هذا الشيء فعلا كاين؟ فعلا هذا مشكل، لانه الناس دابا كاينين اللي فقدت ديورها وفقدت مصدر الرزق ديالها. هذيك الدفعه ديال 2500 درهم كانت غادي تقيه من انه يمد يده ويطلب اي حاجه، هو غادي الا خدا ديك 2500 درهم غادي يتصرف بها كما يجب من حقه، وهذه هبه ملكيه وحاجه اللي خد بها جلاله الملك سيدنا الله ينصره. فلماذا الحكومه تقصي اغلبيه العائلات ومنهم المكثرين واللي كيشكلوا واحد النسبه كبيره من الساكنه ديال أم زميز؟ كنشكرك. تفضل الاخ، ربما بغى يعطي شي اضافه، تفضل اشرف. الاضافه ديالي وهو ان ما تفضل. الاضافه ديالي هو ان ما هذاك الدعم اللي جا كيستافد منه 25%، هذه 15 يوم باش تخرج الدعم،
لا يستفيد منه إلا 25%، وديك 25% لا بأس عنها بالخلصة ديالو بالأجرة ديالو ومضافي. إذا بغيتي تقول أنهم ما يستحقوهش، يعني الأولى للمسكين والمكتري الدرويش، هو يعني الدرويش. واخا الأغلبية ديال الناس اللي هما كارين اليوم هازين الهم، عطينا عليهم كلمة. والدرع السوق أمسميس أصلا الملاحظة عندي وهو الاستفادة ديال الدعم اللي خرج 25%. علاش؟ هذه المساله هي اللي درتني انا في ولكن صاحب الجلاله كيقول هنا في خطاب ديالو ان خاص كل شيء يستفد، اي واحد متضرر عاش زلزال. صاحب الجلاله نصره الله قام بمجهودات، ولكن العقارب واللي دايرين به هما اللي خرجوا عليه. اذا الرساله لك اليوم ذكر هاد الناس، ذكر فهم الذكرى تنفع المؤمنين. شنو تقدر تقول لهاد الناس ربما اللي ما كيوصلوش الامانه الاله؟ هاد الناس غنقول لهم اللي دار شي حاجه يعني غيتحملها على رقبته، يعرف بان ما الحفره راه كتسناه، حفره الموت راه كتسناه. ما بالك الى مشى واحد خينا ياكل رزق مسكين هذيك ما جاتش، الى هو في طوموبيله وكوستيم وكارت كيشي وهذا وهذا، راه يفكر خو مسلم ما عنده التبريق. اسيتي باتي والدعم خرجوا سيدنا المسكين ماشي الاساتذه والمعلمين وكذا وكذا المعرفه. عاش الملك تبارك الله عليك. السلام عليكم الشريفه. السلام عليكم. كتفهم العربيه شويه؟ كتفهم العربيه؟ كيفاش دايره المعيشه ديالكم من وراء الزلزال؟ كيفاش انا غير رميله ما عنديش. انت ارمله؟ اييه انا وبنتي. اييه ساكنه في الملاح ودخلات وجيت تما كلشي. الموالفه كتستافدي من دوك المبلغ ديال الارامل؟ الموالفه كتاخذيه؟ لا ما كنشد والو. ديال الارامل حتى قبل من الزلزال ديال الارامل ما كتشدي والو؟ واخا امتى مناش وانت ارمله؟ شحال ديال الوقت وانت ارمله؟ علينا عام. اذا هادشي باقي جديد، ما حدود الساعه قلتي ما توصلتي بوالو؟ لا 50000 ريال. واخا بالنسبه للادويه الشريفه اللي مريض فيكم كياخذ الدواء كيلقى الدواء مثلا؟ لا كندوزو بالفلوس. نعم بالفلوس، كنشريو الدواء بالفلوس، وكنخدمو هكا كنخدمو غير عند الناس، ماشي زعما ما عندي والو. الحالة ضعيفة؟ مسكينة. وحنا كاملين مساكين، الحالة ضعيفة شوية ميمشي. ضعيفة. واخا شنو تقولي للناس اللي قدروا يعاونوك؟ محسنين ولا مسؤولين، شنو تقدر تقولي لهم هاد الناس؟ الصوت ما كنسمعوكش مزيان. نعم؟ سو مسكينة. أييه؟ سو أييه؟ اللي عاوننا. الله يفرجها عليك. شي واحد شكون تفضل. السلام عليكم. الصوت شويه يكون مرتفع. تفضل. انا ساكنه غنزميز، كنا حنا تنعانيو. علاش كيديروا ما كيديروش المساواه؟ حنا بحال اسني وبحال كاع جميع زلزال الحوزه، ضربوا الحوز كامله، ما ضربش غير اسني ومولا ابراهيم. اسني ومولا ابراهيم، وحنا كنضربوا بحقوقنا، وراه الشتا جاي راه كنشوف الاوضاع، ما بغيتش نعيشوا في القيطون، وخصهم يديرونا بحالنا بحال اسني، يديرونا دوك الديور المتنقله. واخا واحد السؤال اختي، بالنسبه للجماعه هنا المحليه، واش دارت واحد البادره مثلا الجماعه عطاتكم مثلا ميكات ولا جابت لكم مرحادات ولا الجماعه ولا رئيس الجماعه؟ واش تفكراتكم؟ غنجاوب لك بكل صراحه. تفضلي. بكل صراحه كاينين مستوكيين الجماعه. اييه مستوكيين البشويه وما طيعطيوش. باش مستوكيين؟ بالسلعه وبكل شيء. دابا الجماعه هنا ديال امزميز فيها السلعه وفيها، شفتي هادشي بعينك؟ متاكده؟ لا ما شفتش بعيني، ولكن سمعتي هاد الهضره؟ واخا حنا نحيدوا هادشي بحكم انك سمعتي، خاص تكوني شفتي. لا غير واش تفكروكم، واش زاروكم، واش داروا بمنزل بمنزل، واش قالوا لكم؟ هادو المسؤولين اللي ترشحتوا عليهم ولا رئيس الجماعه؟ جا عندنا المرشح ديالنا. هاك خليك. فاش المنطقه فجا جا عندنا المرشح ديالنا، ما عادش مكروه. اييه. جا البارح. جا عندكم ول البارح. اييه. جا عندنا. حتى ول البارح عاد باش جا. عاد باش جا. اييه. امتى ضرب الزلزال؟ ول البارح؟ قديم. دابا راه انا كنقول لك شهر هذا باش داز، مسؤولي الله جا الاول البارح. اييه كملي. وهذوك الاخرين داك الشيء السيمانه الاولى كنشوفوا الصحافه وكنشوفوا الناس زعما مهتمين. اييه. من بعد كل شيء توخر له وكل شيء كيعرف يرد بك صاحبي عمك صاحبي هذه كاينه، ونقول لك واحده اخرى
نقول لك واحد المنطقه تماك في ديك البلاصه حدا التيران ما عرفت ليها. واخا عطينا لا عطينا انا ربما نكون عرفت واحد اخرى ما يكونوش عارفين. دابا ربما شي 1000 واحد طالع كيتفرج ولا اكثر. دراسه ماريا القبطيه ماشي ماشي العسكري ذاك الجرده الجزيئه العاليه. انا عطيت لك دابا لبنان بالنسبه بالنسبه للمراحيض المراحيض وانتم ربما كنساء ربما اللي اكثر تقدروا الى 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 يكون عندكم مشكل اكثر من 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 الذكور. اه كاين مشكل تفضلي. حنا كاع اللي بنات وكاع النساء عندنا مشكل وحده ولا ثلاثه كاع ما غاديش يكفيو. يعني انسان فيه تما كاين 1000 واحد ولا 300 واحد كاع راه ما غاديش يكفيو. شحال من مرحلة تقريبا عندكم؟ عندنا 4 بلاتي كنا درنا الطلب ديال 3 فجات هذيك العمده فاطمه الزهراء. فاش جاو حطوا لينا وحده وجاو أيه؟ محسن حتى هو واحد الدوج اللي مثلا نقول لهم اودي سبتونا الكوابل ما بغاوش يسبتونا الكوابل هاد القضيه والبركاتات ما عندناش البركات فاش يديروا الزبل الناس راه مهلوكين تما هذيك المنطقه وهذوك الديور اللي كاين تما ماشي هادو اللي ساكنين فيهم كيشوفوا دوك الديور هذوك الديور ديال العاليه حنا ما ساكنين في هذوك الديور. اه كيفاش وضحي لي اختي وضحي لي اكثر بصوت مرتفع. التجزئات العاليه فيهم الديور صحيحه. اييه. واللي شافهم اللي شافهم تيقول لك امسمس ما فيه والو يشوفوا المناح يشوفوا غير هنايا حنايا تماك تيميلان حي تيميلان تما كيشوفوا المزاله امادل. امادل كلشي مضروب. واخا كلشي مضروب شوفوا دوك الديور شحال من واحد جا قال لك راه صور لك الديور ديال التجزئه اللي ما ضربهمش الزلزال قالوا لك لا راه امسمس صحيح ما فيه والو. هذا الشيء كنديروا حتى هذوك اللي كيكتبوا اسطوريات وتيقولوا لا راه امزمز ما فيه والو امزمز راه مضرور وديما محقور علاش ما يكونش حتى هو بحالو بحال الاخرين. واخا اختي اعطيني دابا 2500 درهم قصاو شحال من الناس قصاو المحلات التجاريه شي شدها وشي ما شدهاش شي ريبات لي الدار. واخا اختي دابا حنا باش نحطوا المسؤولين كاين بعض الناس بحكم انني كنمشي مثلا للدار البيضاء وانا جاي هنايا بعض الناس كيقولوا بانكم نتوما مثلا القوت اليومي ديالكم راه متوفر مثلا المواد الغذائيه راه كاينه عندكم بكثره لان في البدايه انا شفتها كاينه دابا الحدود الساعه هذا الشيء بدا كيتقاس. الناس المحسنين هذه لا هذه ناقشوا بلاش دقيقه واخا دقيقه نوضحوا للناس نوضحوا للناس لان حنا شفنا الله يجازيكم بخير نوحدوا الكلام الله يجازيكم بخير غير باش الناس تفهم باش الناس تفهم الحمد لله الفيديوهات كيتشافوا بواحد الشكل اللي هو كبير خاص الراي العام كاين الناس على الصعيد الوطني وكذلك خارج ارض الوطن. بعض الناس كيقولوا بان هنا بجهه الحوز ربما ان صافي راه ما بقى خاصهم والو ما بقى خاصهم والو مثلا الماكله كاينه كلشي كاين بغينا نعرفوا شنو الخصائص فين كاين باش تقدر تعاود عاوتاني ديك البادره اللي قاموا بها مثلا المحسنين. حنا عارفين بان الدوله الحمد لله مهما كاين صاحب الجلاله واقف على قدم وساق من اجل ان ينعم كل مركوب بالراحه وبالحقوق ديالو. حنا هذا الشيء ما كنخافوش حنا غير كنذكروا وغير كنوصلوا ان الحدود الساعه باقا ما كاينش حاجه على ارض الواقع ولكن تكلموا لي رساله للمحسنين شنو مازال باقي خاصه هاد الناس هنايا باش اللي يقدر يعاون يقدر يعاون. تفضلي اختي بصوت مرتفع انت امام العدسه تفضلي اختي قولي شنو خاص الناس. الناس خاصينهم بزاف ديال الحوايج مثلا عطينا دوك المنازل المتنقله اييه غتدخل عليك غتدخل عليك غتدخل عليك زيد اختي دير واخا تبني ثاني ب 100 جور غيدخل عليك اييه زيد اختي ماشي ارضك ديالك ما غاديش تقدري اصلا يسمحوا لك. وبالنسبه للجنه اللي جات حتى هي ما الدور ما شافوهمش كاملين والمساعده حتى واحد قليل اللي شدها كاينين الديور مهدومين وما استفدوش الناس وحتى وقصوا الناس ديال الكراء وقصوا الناس ديال اللي عندهم محلات تجاريه مهدومين وبزاف ديال الحوايج. وبناء اصلا بناء ما كايناش العزه بالليل الا جا شي شمكير لاح عليك شي قرعه ولا العافيه ما كيفاش غدير راه كلشي غيموت كلشي غيموت راه نص مات بالسلالي من نص مدير بعدم الامن. تفضلي اختي خذي راحتك بعدم الامن وبنا الناس ينوضوا ويخدموا بلادهم وبنا اللجنه يا اما دوروا لنا الهدم ولا يبنيوا لنا الديور ديالنا نلقاو شي حل اقرب. واخا سؤال واش كتشوفي ان اللجنه المخصصه في هذه الكوارث الطبيعيه واش كتشوفي انها كتوصل لابعد النقاط؟ لا 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 هادو دازو مرار الكرام ما دازوش وشافوا بعينيهم والمساعده ديك ما خدموهاش الناس راه قالوا لك نهار 16 ونهار 16 راه نهار اثنين ونص فيهم كاع مازال ما استفدش وكل شيء. شكرا لك واخا عطينا اخويا
كيديروا لنا اقرب سميتو تحيه لصاحب الجلاله نصره الله اللي دار لنا هذه البادره، وطنطلبوا به باش انه يوقف على امر زميز بزاف باش يستافدوا الناس حتى هما، حيت الناس هنا اصلا الناس كلهم قد الحال ما عندهمش، ومضروري كان اللي مشات ليه يديه وكان اللي مشات ليه رجليه في هذا الحادث وفي هذا المأسف، وكنطلبوا الله يرفع علينا هذا البلاء ويا رب ونطلبوا مسؤولين تعزيه وتعزيه الناس اللي توفوا الله يرحمه واللي واقف باقي الله يعاونو امين. اخويا كنتي باغا تكلم وحبسناك، تفضل اخويا. سيدنا يوقف معنا، كنطلبوا من جلاله الملك يوقف معنا، راه الناس هنا في مزميز راه مكرفصه، راه ما كايناش شي حاجه جايه من عند سيدنا من غير الخيام، شي حاجه اخرى راه ما شفناهاش. شفنا اللجنه اللي صيفط كتقلب ليك الدار برجلي هكا كيقول لك لا مزيان اش عندك، كاينين جوج ديور كيكون دار فوق دار، كيكون راجل عاطي لولده دار كاريه ساعات يعني يسكن فيها هو ولادو، ملي كتجي اللجنه كتقيد ليه واحد الدار وكتلقى الدار اللي فوقانيه مكرصه على الثانيه، ولا كتلقى كيقولوا ليه لا دار وحده. راه حنا بدينا المشاكل بزاف ما كايناش شي مساعده من عند سيدنا من غير الخزاين، الخزاين اللي شفنا، والجماعه راه معاوننا بالكاميوات ديال الزبل راه كتجمع الزبل، داكشي اللي شفنا منها من غير هادشي، من غير هادشي راه ما شفنا شي حاجه، واش شفتي شي حاجه من غير هادشي؟ الخزاين اللي شفنا شي حاجه من غير واخا كاينه واحد النقطه راه ما وصلاش، داكشي اللي تسطوكا في مراكش راه ما كيوصلش لمزميل، ما كيوصلش لمزميل، الناس واقفين الشريبيه في مراكش كيديو لا تارودان لا يمين تونيد لا مجدها، مجد راه ما ضربهاش الزلزال، الزلزال راه ضربها مزميل، ضرب من بعد خطا مزميل اللي ضرب الزلزال، وداو ليه السبيطار وتصور حنا عندنا السبيطار في مزميل اصلا ما كاينش فيه طبيب واحد كيقول لك تسنى تيجي طبيب، تسنى تيخوى الطبيب، كتجي لك على سميتو الدواء، تصور الدراري الصغار كتخصهم دولي بران شحال من حاجه كتخصهم ديال السخانه، ما كاينش مشيت لقبيله، مشيت لقبيله خاصني دولي بران دير لي، فيه السخانه خاصني دولي بران، فين مشاو هاد الفلوس؟ فين مشات هاد الادويه اللي جات لهم زنيز؟ اللي جينا نسولو عليها ما كايناش، فين كتمشي؟ اي حاجه مشيتي ليها راه ما كايناش في مزميز، اي حاجه نهضروا على الكراي، الكراي في مزميز كاين اللي كاري 12 عام 14 عام، ها هو واحد منهم كاري 14 عام 12 عام كاري ب 6000 8000، دابا الا بغى يخرج ما يستاهلش، فين بغى يخرج؟ واخا واحد النقطه اخرى عاوتاني، بالنسبه كاينين بعض المنازل، انا شفت بعض المنازل اللي ربما الجدار ديالها في اي لحظه يقدر يطيح والوليدات كيدوزوا في هذه المساله، واش حاولوا يحيدوا ذاك ال والو، مازال ما شفنا والو، مازال حاليا مبروك مازال ما شفنا والو والو، اش شفنا؟ شفنا الخزان من الدوله. اذا اخر كلمه، اخر كلمه تختتموا ان شاء الله. كنتمناو من سيدنا يوقف على منطقه طنزميز، ورا سيدنا راه قال راه تكلم اش بغى، راه قال خاصنا هاد الناس يتفاعلوا، راه سيدنا راه تكلم اول البارح ان شاء الله هاد المسيره. نعم اخويا هاد المسيره بطبيعه الحال طنزميز، والمسيره الثانيه ان شاء الله غتكون غادي للولايه هابطين لمراكش، ما غاديش باقي العامل، حيت العامل جا لطنزميز جا بالليل ما دارش في الدروبه يشوف الناس اللي تريبات لهم الدور، جا دار بالليل وصوروا البلاصه الزوينه في مزميز، اللي صوروا ما صوروش البلايص اللي تريبوا الديور، ما نزلش من الطوموبيل يشوف الناس ويسول الناس، وكنطلبوا من سيدنا يوقف معنا ان شاء الله. عاش الملك، عاش عاش الملك. شكون هو؟ هضر مع هاتين انا شكون اللي باغي يدوي؟ مرحبا. لا تكلم تكلم دوا معايا دوا تكلم دوا، شكون اللي باغي يعطي شي اضافه؟ اخرين صوت مرتفع شويه. السلام عليكم، انا سميتنا عبد اللطيف من السكينه ديال مزميز، هاد الله يلاه الكاميرا اللي كتشوفوا بيضاء على 2500 درهم، دائما اللي خرج سيدنا على الاسر تفضل كمل، انا معاك كمل. دائما اللي خرج سيدنا الاسر هو اللي شنط هاد العيله راه كامله، والناس دائما يستافدوا الاسر، كان الدار كيكون فيها الساكنه كيكون فيها الراجل هو ولادو، كل ولادو كل ساكن في بارتمون كل ساكن في سميتو، والناس باغا تستافد من هذاك الدعم ديال 2500 درهم اللي كيجيو الليجان كيقولوا لك لا موف الدار، يعني العائله رجعوا للعائله ما بقاوش الاسر. حنا راه الاسر اللي قال سيدنا الاسر هي اللي باتستافد من هذاك الدعم ديال 2500 درهم،
تتمنوا الرساله تكون وصلت؟ تتمنوا الرساله تكون وصلت واحد الحاج. خويا السلام عليكم. انا بالنسبه للناس اللي مكتهرين، انا طاحت ليا الدار ومشى ليا فراش، مشى ليا فراش ديالي، مشى ليا كلشي. والسيده منى الدار كاينه في كازا، هي وصلها الدعم وانا ما وصلني. السيده وصلت في كازا؟ في كازا هي انت اللي عشتي الزلزال هنايا؟ انا اللي عشت الزلزال هنا وفي الدار، ربت عليا الدار ما كبقتش الدعم، والسيده اللي في كازا وصلها الدعم. هادشي ماشي معقول. وتنطلبوا من سيدنا، انت كنتي كتخلص من سيدنا كنسلم عليك، كنخلص كلشي، كنخلص الدرا، ما كيتساني حتى شي شهر. ودابا انايا وانا ولادي جالسين في الكيطون ما تخلصنا. شكرا. عاش الملك، عاش الملك. وراه انا غنسولكم على حاجه واحده، بحكم ان النساء اغلبيه ديالهم كاين اللي كيكون عندهم مرض مزمن، بالنسبه للادويه واش اللي عندها مرض مزمن، واش الادويه استفدتوا منها؟ واش الادويه ها اجي اختي، اجي قربي شويه، سيري شري. واش خديتي دواء؟ راه حتى ولا غادي كنساول. الله يحفظكم. كاش خلينا نسمعوا السيده. نعم واخا، ربما كنتي فاش تلاقيت مع الناس ديال المندوبيه. لا كنت معاهم الناس ديال المندوبيه. واحد دقيقه، الله يجازيك بخير. هاد الناس ربما راه كانوا ملي تكتفوا في واحد الحوار مع الناس ديال المندوبيه، وقلت لهم بلي راه الناس هنا تواصلوا معايا باغيين الدواء، لان الناس كيتبعوني هنا في امزمان. قلت لهم راه الناس باغيين الدواء. اشنو قالوا لي؟ ربما قالوا لي الدواء كاين. قالوا لي الدواء كاين. ياك انا قلت لهم راه الناس كيقولوا ما كاينش. واش هادشي حضرتوني ولا انا كندوي كنا؟ لا لا بصحني 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 عليكم. انت ولدي كتقول لي معقول؟ ايوا انا جاو عندنا الدبار دوزوا لنا عبروا لنا الطونسيون حدا القياطن. ولكن الدواء ما كاينش اخويا. يعني غير الساجيرات، ماشي الناس اللي عندهم تجربه ولا عندهم دبلومات ولا عارفين يداويو الصحه ديال الانسان. ملي جاو عندنا السيده مها، انا كان ولدي مرض سمح لي هاد السيده مها قال لي بلاتي انا دكتور جاي قال لي بلاتي انا ولكن بعض الناس اللي عبروا ليهم الخزان وهذا، واش جات واش خداو الناس؟ لا شيخ نعم لا شيخ خداها شي ما خداهاش. انا تحاليل بالنسبه لينا حنا دارين، هما غادي يستافدوا حنا ما كنستافدوش. راه قال لك كلشي مضر، كلشي مضر. الله يجازيكم بخير، اذا يكون خير ان شاء الله باذن الله. اذا اخواني اخواتي غادي نكتفيوا بهذا القدر، لان جينا ناخذوا الكلام ديال هاد الناس هادو، ربما ما غنساليوش الشر العام الجاي. نتمنوا كلشي واخا كلشي. انا كنشكركم النيابه على درع السوق. درع السوق مضرور، ما فيش اللي يهضر، ما عندناش كلشي طايحين. شتا جاي وجاي ديورنا المحزنين، ديورنا حنا طاحوا. لي طواليت، لي طواليت، واش واصلكم الطوال؟ ما راحين، ما راح يتكلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هما اللي يمكن جوج ماشي من عند الشعب. وبالنسبه للضوء، الضوء عندنا الدعم، عطونا كل حاجه عندنا. الباء دخل عندنا الضوء، حنا النيابه على هاد العيالات. اذا الحمد لله ملي زرناكم كاين شويه البركه ولا ما كاينش؟ اسمعني يا ولدي، انا النيابه على هاد الناس كاملين كنشكركم. مبادره وضربتوا الطريق وسمحتوا لينا وكنتكم هي العليا. وعاش الملك، عاش الملك. اذا الاخوان ان شاء الله، اذا الاخوان الى هنا غنكتفي بهذا القدر، على امل ان نلقاكم في بث اخر. دائما في ارسال يوسف عباطله عن منبر بيربريس من امام باشاويه ام سميث. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء اخواني اخواتي.